أن باريس لا تريدنا فلنذهب معا إلى القمر كما في كتاب جولز فيرن. وكيف ستتنفس في الفضاء يا مخ العصفورة؟ هيا يا حمامي، في الفضاء لا يسمع صوت. عرفت فائدة تعويذة الحظ، فلنعد إلى الأرض كي لا يؤذي نفسه. إلى العمل. رائع، انظر لدعسوقة الكون وقط الفضاء بالأزياء الجديدة. مرحبا، معكم أليا سيزير من باريس، حيث يحارب أبطالنا مستر بيجن للمرة الألف. هما حقا معجزة، أليس كذلك؟ تفضل. تفضلي. لقد قلتها بالفعل. أيها القط، أخبرتك أن تتوقف عن إحضار الورود. لا يمكن، حين قدمت لك وردة حمراء قلت إن الأحمر في لغة الزهور هو العاطفة ورفضتها، وقدمت لك الأبيض لكنك قلت إنه يرمز للحب النقي ورفضتها أيضا، والآن أعرض عليك وردة صفراء لأنني بحثت، والأصفر يمثل الصداقة، فإلى شراكة مثالية. أمتأكد أن الورد الأصفر لا يمثل الغيرة؟ لا، بل الورد الأزرق. لحظة، لا، الأرجواني أم البرتقالي؟ لا تحتاج لإهداء يا ورداً، أعلم أنك الشريك الأفضل أيها القط الأسود. رائحتها ممتازة حقاً. شكراً يا قطي. إنها حقاً رائعة، وأنا أيضاً يفترض أن أقدم لنفسي الورود. نازع النقاط. ملصق جديد لإدريان. مارينيت ستتأخرين على المدرسة. كم هو رائع. ظننتك توقفت عن جمع صور إدريان. الأمر مختلف يا تيكي، هذا عمل، إنه بحث لتصميماتي. انتهت علاقتنا تماما، ترين؟ أنا أنظر لعينيه الخضروين ولا أنبهر. مارينيت. نعم هيا بنا. وهكذا بدأت الصداقة بين الأمريكي جورج واشنطن والفرنسي ماركي دو لافايت، رجلان آمنا أن الحرية لا حدود لها مهما كان. تهانينا، الفيلم بالفعل تعليمي ومثير. وأتممته قبل سفرنا لأسبوع الصداقة الفرنسية الأمريكية في نيويورك. جيد أن والدي لم يسمح لي بالسفر، سوف أرتاح منكم لمدة أسبوع. أنسة بورجوا، والدك أعطي الإذن بالفعل، أنت قادمة مع الجميع. ماذا؟ سوف أخبر والدي. ولكن يؤسفني إخباركم أنه لن يمكنني السفر معكم. غير معقول، لماذا؟ لدي فحوصات طبية لم أستطع تأجيلها لأنني سأنجب طفلا قريبا. ستحل السيدة مندليف محل السيدة بوستيه. ليست لطيفة، ستكون نيويورك مملة، لن تسمح لنا بفعل أي شيء. أكل شيء بخير؟ لن يسمح لي والدي بالذهاب كالمعتاد. سأبقى في باريس أيضاً، لدي التزامات في عملي الخيري، يمكننا مقابلة بعضنا إن أردت. شكراً يا ليلى. أعني لا، صنعنا الفيلم معاً كلنا، لذا يجب أن يأتي إدريان معي، أعني معنا، فهو صديقنا والمرء لا يخذل صديقا، تماما كالفيلم عندما يساعد لافايت الجورب صديقه واشنطن الجورب ليتحرر. إدريان، أنت واشنطن جوربنا، أنت صديقنا، وكصديقي من واجبي الذهاب إلى والدك وإقناعه بالسماح لك بالسفر معنا. سنأتي معك. شكرا لك يا مارينيت، ولكن والدي رجل عنيد، لن أخذل صديقا مطلقا. إدريان صديقك؟ بالتأكيد، كان علي نسيانه، تعبت من عدم القدرة على إخباره بمشاعري فتصرفت كالمجنونة. أجل صحيح. يسعدني أن أكون أخيرا مجرد صديقته بدلا من الفتاة التي تحبه. الآن لن أضيع في عيونه الخضراء ولن أرش عطرا من مجموعته على الوسادة، حتى أنني توقفت عن مشاهدة إعلاناته باستمرار. ماذا عن كل الملصقات؟ هذا فقط لأغراض بحثية. لا
لكن هل ستستطيعين قضاء أسبوع معه في نيويورك؟ أليس هذا رومانسياً؟ لا بالطبع لا، سنمضي وقتاً رائعاً كأصدقاء، لكن أولاً يجب أقنع والده. افتتح متحف نيويورك الليلة الماضية أسبوع الصداقة الفرنسية الأمريكية بمعرض خاص مع كلارا كونتار. صحيح يا نادية، لأول مرة وحتى يوم الأحد يعرض المتحف السيف الخاص باللافايت وعقد مخلب النسر الذي قدمه لجورج واشنطن. هذه ليست مجرد حلية، مخلب النسر بلا شك ميراكيولس ضائع. أعدي طائرتي للسفر. وهذا ما يجعل صداقتنا ثمينة، وبما أن ابنك صديقي، أعني صديقنا، يجب أن يأتي معنا إلى نيويورك. آنستي أنا لن أترك هذا المكان حتى. قد قررت السماح لإدريان بالسفر مع زملائه. فعلا، لكن عادة. لقد أقنعتني، أنت حقا وفية لابني. لقد عرضت عليك فرصة رائعة دون علمها. نعم، السماح لإدريان بالسفر معهم أبسط من إخفاء غيابي هنا عنه، أيضا سيسمح لي بمواصلة مراقبته. ما الخطب يا إدريان؟ كل الفصل سيسافر إلى نيويورك غدا، وكنت أتمنى السفر معهم. حزينة لأجلك وسعيدة لأجلنا، فلدينا وقت للتمرين. عندما تكون ضعيفا كاليوم تقل متعة هزيمتك. أراك غدا. أراك غدا يا كاغامي. نيويورك نيويورك، سأأتي إليك مع إدريان أنجريس. كأصدقاء بالطبع. بالمناسبة يا مارينيت، من سيحمي باريس بينما نحن في أمريكا لأسبوع؟ لقد تدبرت الأمر يا تيكي. هل ستسافرين؟ فقط لبضعة أيام، إنه أمر بسيط يا قطي، لن أخبرك أكثر. لحماية هويتنا السرية، أعرف الباقي يا دعسوقتي. ولكن في حالة حدوث أي شيء كشرير أو وحش مشاعر، أي شيء، كل ما عليك فعله هو النقر هنا، وسأعود بأسرع ما يمكنني. لحالات الطوارئ فقط. طبعاً، اذهبي وارتاحي، سأكون حارس باريس البديل. ألست الشريكة المثالية كما قلت؟ سأعتمد عليك، لا تثر المتاعب. حسناً، هل أبدو لك كمن يثير المتاعب؟ أنا شخصية جادة جداً. هل يمكنني السفر؟ حقاً؟ عليك شكر صديقتك مارينيت لإقناعي، لكن لم أكن قد خططت. ماذا عن دروس اللغة الصينية والمبارزة؟ أعدت ناتالي حقائبك، حارسك معك وستسافر بعد ظهر اليوم. نعم حسناً يا أبي. لطالما حلمت بهذا منذ صدور طبعة أجبان جنتلمانز الخاصة، ماربل جاك، كوغر جولد، مونتيري الأسطورية، كل تلك الأجبان الأمريكية الرائعة تنتظرون لتذوقها. لن نذهب يا بلاك، وعدت الدعسوقة بمراقبة باريس ولا أريد أن أخذلها. لكن والدك لن يسمح لك بالبقاء. تريد المزيد من الحرية، وأخيرا سمح لك بالاستمتاع. استمتع، ستكون مع أصدقائك. ستصاب بخيبة أمل. بالطبع لا، لن تصاب بخيبة أمل إن لم تعرف. إلى جانبي قالت ألا تتصل ما لم يظهر شرير. أترى أي أشرار في المكان؟ ماذا لو حدث شيء أثناء رحيلنا؟ لديك إنذار أكوما على هاتفك. بالتأكيد، وفي حالة الطوارئ يمكنني أن أتحول إلى قط الفضاء للعودة بسرعة. ممتاز، وبعد ذلك يمكنك إخبارها. بهذه الطريقة لن يخيب أملهم. نجحنا. حبيبتي، بعدي عنك عذاب كبير لي، لكنني وجدت حلية مهمة في نيويورك. ربما أتمكن من الحصول على ميراكيلس الدعسوقة والقط الأسود لأحقق أمنيتي في إعادتك إلي. أنا آسفة يا لوكا،
لن نلحق بالحافلة. سنلحق بها، أعلم أن الرحلة مهمة لك جدا. أتعني أنها مهمة بسبب إدريان؟ لكن لا يهم أنه سيكون هناك. أعني ليس مهما لي بل مهم له، لأنها رحلة مهمة، لكنه لا يهمني لأنه مجرد صديق. انظرا ماريناد. أتعرفين ما هو المهم؟ أن هذه الرحلة ستزيل ارتباكك. شكرا يا لوكا. لكن لا يمكنني أن أسافر في هذه الأجواء، سأجلس بالدرجة الأولى. يا مارينيت، ما رقم مقعدك؟ حبيبي بيبي بي 32 بي. رائع، مكانك بجانبي. ممتاز يا مارينيت، اجلسي بجانب صديقك واستمتعا معا برحلة لطيفة، رحلة طويلة جدا. فعلا بجانب زوجي، أعني صديقي، لا بأس. إنه صديق، مجرد صديق، صديق. هل أنت بخير؟ نعم بخير. الجو حار هنا صحيح؟ أنا فقط لحظة، دعيني أساعدك. آسف. لا بأس. هل الهواء أبرد الآن؟ لا أبدا، لابد أنه المقعد. المقعد دافئ. سخن جدا. لا، المقعد عادي، لكن اجلسي هنا إن شئت فلنبدل. لا أستطيع الجلوس بجانبه، أحتاج للتدريب لأكون مجرد صديقة. أترك الطائرة حالا، لأن نيويورك هي المدينة الأكثر رومانسية في العالم، هذا بعد باريس طبعا، ففيها عربات بخيول بيضاء وكلاب صغيرة وقطط من حولك وغروب الشمس فوق سنترال بارك وعبارة إلى ليبرتي آيلاند. ما المشكلة؟ مارينيت مصابة بدوار، من الأفضل لو جلست في وسط الطائرة. مستحيل، على كل طالب الجلوس في مكانه المخصص. كانت الآنسة بوستيسة توافق. من فضلك يا آنسة، هذه طائرة وليست فصلا. حسنا ليكن، خذي مقعدي يا مارينيت. إذا سأراك لاحقا. نحن على وشك الإقلاع، يوجد رفع الطاولة وربط الأحزمة. من 1 إلى 10 كيف تقيم خوفك من الطيران؟ حدد مستوى الاسترخاء المطلوب. أنت الآن دلفين يقفز من موجة إلى أخرى في محيط من الهدوء. نحن على وشك الإقلاع، يوجد رفع الطاولة وربط الأحزمة. Thank you.
جميل جدا، صحيح؟ متأسفة، متأسفة. آسف يا مارينت. قال لي والدي كل شيء. لم أكن لأستمتع بغروب الشمس لولاك. ظننته مستحيلا، لكنك أمنت به. أنت دائما تعطين شيئا أو شخصا ما فرصة، حتى لو كنت الوحيدة. لديك شيء مختلف. مختلف؟ أجل، هنا في شعرك. لا أعرف ما إذا كان ألطف من أعرفه أم هما الأكثر غرابة. نعم، أحب إدريان، لكنه ككتكوت بدأ الخروج من بيضته. إنه لا يفهم الإشارات التي يرسلها الناس. أية إشارات؟ إنها لا ترسلها بوضوح. يعني انظر، ما الذي تفعله بذراعيها؟ أتشرح له ماذا يفعل في حالة الهبوط الاضطراري؟ اهتزت الطائرة ثم طار ورق التواليت. ليت هذه الرحلة تساعد إدريان على التحرر من خجله. وليتها تساعد مارينت بمواجهة نفسها ومشاعرها. العملية نيويورك؟ العملية نيويورك لنساعدهما إذن. وبالنهاية أليست أمريكا بلاد الحرية؟ حسناً، إذن فال... حسناً، ما قصدته هو شكراً لقيامك بإقناع والدي. بالتأكيد، بسيطة، هذا ما يفعله الأصدقاء. نعانق بعضنا بعضا بقوة في رائحة العطر اللذيذ. لا أصدق، هذا تكنو بايرت، سارق التكنولوجيا المعروف. تقلقوا يا أحباء، كل شيء تحت السيطرة. حضرات الركاب، يونايتد هيروز هنا لحماية. أنكاني فالي، أول خارقة بذكاء اصطناعي، لقد صنعتها ماجستيا. هذا يعني نفسها. هذا رائع. حان الوقت لنظهر للأبطال الأمريكيين ما يفعله الأبطال الفرنسيون. تكنو بايرت، أنت معتقل، شاهد وتعلم. الأسطوري نايت أول وسبارو؟ لقد انتهى الهروب. هل تأذيت يا حبيبتي؟ أنا أعمل 100% يا أمي. أود أن أرحب بكم في الولايات المتحدة، استمتعوا. إن هذا وقت البومة. حدث كل شيء بسرعة، لم يكن لدي وقت للمساعدة. جيد أن الأبطال الأمريكيين أتوا، لا أستطيع التحول هنا، من المفترض أنني في باريس. استرخي يا إدريان، فليتعامل الأبطال المحليون مع مشاكلهم. حتى الآن لا أخبار من باريس. هذا فقط
كابتن ريد لايت ينظم المرور، فهناك بطل خارق لكل شيء هنا. إذن ماذا حدث على الطائرة مع صديقك إدريان؟ لا شيء، شاهدنا الغيوم وغروب الشمس كأصدقاء فقط. هذا شيء معتاد بين الأصدقاء على الطائرة. باريس في مأمن من الأشرار. هل أنهت الدعسوقة والقط الأسود نشاطة هوك موث؟ هيا إلى كلارا كونتار. انسى باريس قليلاً، أنت في نيويورك، والدك ليس هنا، وعندما يغيب القط يلعب الفأر. افتح عينيك، تعرف ما أعنيه؟ فلتستمتع. كل شيء رائع. الشطائر الصغيرة في الطريق. حسنا، لا تتركي. سمعتك، أراك في الفندق. سيكون هذا رائعاً. اثنان مفقودين. ها هما. أهلا، أنتما الفرنسيان أصحاب فيلم دمى الجوارب. نحن من أرمسترونغ الثانوية. حراسة السياح وجواربهم، ألا يوجد ما هو أهم لنفعله؟ خلق هذان لبعضهما. حقا يا إيون؟ مجددا؟ برمجت لمساعدة الناس. توقفي عن التدخل في حياتهم الشخصية. محقة، فلنتبع الأوامر ونحمي السياح وجواربهم. انتبهوا، اذهبوا لغرفكم في مجموعات من أربعة، وهذا برنامج الرحلة. سأصعد بعد دقيقتين، كونوا في غرفكم مع إطفاء الأنوار. أنتم يا أصدقاء، سنقيم حفلا صغيرا على السطح فوق، شاركونا لكن بهدوء، اتفقنا؟ أعتقد أن أمريكيا يود أن يراك اليوم يا سابرينا، قد يصبح لك صديق. أتظنين؟ حفلة في هذا المكان الفقير؟ أتريدونني أن أجلس السخفة والجراثيم؟ هذا سخيف. سابرينا، الحقيبة. الفريق دي ممتاز، على الأقل في نفس الغرفة. مع كلوي، سيزار ودوبان تشانغ، هذه القشة الأخيرة. لا لا، بداية شجار. ما رأيك يا إيون؟ هل نتدخل؟ أيجب أن نتدخل؟ لا، كنت أمزح. هذا الوضع ممل تماما. ما هذا الصوت؟ آسفان، نحن آسفان. أهلا، أنا مارينيت، وهذا صديقي إدرين، وهو مجرد صديق. أرأيتي؟ مخلوقان لبعضهما. حسنا، إن رغبتما في التسلل للسطح فالسلالم بالخارج. أليس من المفترض ألا نتدخل؟ حسناً، إذا كنا سنراقبهم فليكن هناك شيء نراقبه. أليس هذا ما أردته؟ موسيقى جميلة. أم طائرة؟ لا، إنه هوت دوغ دان. هاي هاي هاي، هوت دوغ دان هنا لتمرحوا. أنا بطل الحفلات والأكلات.
عادة ما يتعاون مع كاتشب بوي وماستر جاستس، لكنه منفرد الليلة. أسرعوا إذا كنتم تريدون تجربة الشطائر السحرية. انظروا ماذا أفعل. سابرينا. آسف يا أحبائي، تبقى معي شطيرتين فقط لكم. لا مشكلة، أنا وصديقتي واحدة وأنتما خذ الأخرى كأصدقاء. تفضل، من دواعي سروري كأصدقاء. لا، كليها يا مارينات. ما بالكما، اقسماها لاثنين وكلا. أخيراً أجنحته بدأت تنمو. فعلاً أراهما مناسبين لبعضهما. لا، مع هذين الوضع ليس بسيطاً أبداً. مهلاً، أتعزفين الجيتار؟ لنساعدهما، أتعرفين هذا؟ أوه، رقصنا في حفل كلوي على هذا اللحن، تتذكرين؟ أوه، أجل. إذن لنرقص. أمسكتك. شمس جميل. كم كان رقصكما في ضوء القمر رومانسياً. نعم، منتهى المودة. كانت رقصة بريئة جداً. انظري، هذا المعلم، إنه دين جيت المعروف بدورمان. يمكنه تحويل أي باب إلى ممر انتقال فوري. لا يحتاج الخارقون إلى إخفاء هويتهم في أمريكا. سيعطيني كلمة لمدونة دعسوقة. هذان الاثنين سلوكياتهما متكررة. حظ سيء، صح؟ نحن دائماً معاً، يعني أعلقان معاً. لا أمانع أن أعلق مع صديقة مثلك. نعم، كأصدقاء، كل شيء جيد. أعرف ما سنفعله، لن يتغير شيء إلا إذا وجد نفسيهما في موقف خطير جداً. ماذا؟ هل جننتي؟ من الناحية الإحصائية، تتسبب المواقف الحرجة في تقوية مشاعر الإنسان نحو شخص آخر. سيعتقدان أنهما لن يلتقيا ثانية، وأنها الفرصة الأخيرة التي سيصارحان بعضهما بشعورهما. أثناء الزيارة يذهبان إلى غرفة لافايت بمفردهما. هنا يظهر الشرير سوليتيود ليهدد بخطف أي شخص لا يحبه أحد. سوف يهدد إدريان ولإنقاذه. لا تخطفه، أحبه. حسناً، خطة بلهاء وقد تنجح. واو، تقليد ممتاز، لكن لحظة، شرير خارق، كيف ثقة بنا. خذاهما إلى الغرفة، سنهتم بالباقي. بينما رفضت تدخلي في حياة الآخرين، تطورتين الآن وبشدة. ممتع أكثر من مجالسة الجوارب. هذا هو سيف ماركي دو لافايت، وهنا القلادة التي قدمها لجورج واشنطن كرمز لصداقة بينهما. احذر، نظام الأمان حساس للغاية، لا تريد أن ينطلق الإنذار. هيا إلى الغرفة المجاورة حيث تمثال الحرية. كان ماركي دو لافايت في 19 أثناء حرب الاستقلال، صغير السن وموهوب بقدرة رهيبة على تحفيز الناس. ساعد قوات جورج واشنطن على الفوز في المعركة، يعتقدون أنه بسبب إمكانياته الاستثنائية، لكنه أيضاً كان بسبب شيء خاص، الميراكيولوس. ناتالي، اعتني بباريس، سأعتني بنيويورك. نورو، أجنحة الظلام ترتفع. أنا هوك موث. قام هؤلاء الأبطال بسلب ترسانتك التكنولوجية منك. يمكنني أن أمنحك القوة لسرقة واستنساخ أي تقنية، وفي المقابل سوف تحضر لي سيف لافايت. ألا تفضل قنبلة ذرية؟
لا أريد السيف. أهدت فرنسا تمثال الحرية لأمريكا من مئات الأعوام. قام جوستاف آيفل ببناء المحرك داخل التمثال. مارينيت، هل يمكنك العودة لالتقاط صورة لسيف لافايت؟ نسيت تصويره. طبعا. داخل تمثال الحرية الحقيقي حجر مجوف في قاعدته، فيه نسخة من إعلان. أنا لا أجد سماعاتي، أيمكنك البحث في الغرفة الأخرى؟ سأبحث هنا. لا مشكلة، سأجدها. في الحجر المجوف توجد خزانة تحتوي على قطع أثرية تركها من اكتشفوا التمثال، لم يفتح منذ ذلك الحين. لا أعرف رأيكم، لكنني أود معرفة ما بداخل الخزانة. عذرا سيدي، لكن لما لا تستخدم قوتك الخارقة لدخول الحجر؟ لا ينبغي استخدام القوى الخارقة لتحقيق مكاسب شخصية، وحتى لو دخلت لن أتمكن من فتح الخزانة لأن مفتاحها موجود في باريس داخل برج إيفل. واو. واو. إدريان؟ مارينيت؟ ماذا يحدث؟ هذا غريب. الشرير روباستوس ينشر الذعر في باريس، وحتى الآن لا أثر للدعسوقة والقط الأسود. روباستوس؟ لكن لا يمكن لماركوف أن يسحر هناك، فهو هنا في نيويورك. ماذا يفعلان؟ أنا لا أدري، لكن مستوى التوتر يكفي للمرحلة الثانية. حسناً، هيا. أنا سوليتيود، وأنا هنا لأسري أولئك الذين لا يحبهم أحد. هل هرب؟ يبدو أكثر قوة، لكن لا يمكنني القراءة جيدا، كما لو أن السحر يتدخل في أدوات المسح. أنت ظننت التكنولوجيا هي اختصاصك. ماذا ستفعل بالسيف؟ ستستخدمه كهوائي؟ ليس لدي وقت للعب مع الأطفال. كان يجب أن يخبرني القط الأسود بعودة روباستوس. ماذا سنفعل الآن؟ ألا يجب أن نعود لتحذير الدعسوقة؟ هيا اركضوا هيا. من سبارو إلى يونايتد هيرو، تكنوبايرت المحسنة. من هنا يا شباب، دعوني أتصرف. قوتك ملكي. ماذا؟ لا أحد يفلت مني. مارينيت في خطر. بلاك مخالب. القط الأسود؟ لماذا؟
أنت هنا؟ إنها قصة طويلة. أين مارينات؟ أوصلتها لبر الأمان. لما لست في باريس؟ هنا. سأشرح لاحقاً. ناتالي، تخلصي من وحش المشاعر، لن نحتاج إليه بعد الآن. أود امتصاصك كاملة. أأتيتما من باريس لمساعدتنا؟ نعم، رأينا أنها لفتة لطيفة أن نساعدكم في أسبوع الصداقة بيننا. رأيتي؟ لا يحتاجان لإذن للتحرك. هذا صحيح، لا يطلب أي شيء. مثلك أيها القرد. بارو، هل حضرت نايت أول وماجستيا؟ لم أستطع، ولكن لا نحتاج لإذن أيضا. متأكدة من تغيير الإجراءات؟ هذه فرصتنا لنثبت لهما أننا مثلهما مستقلتان، تربطنا الثقة والكفاءة الفائقة. اذهبي وارتاحي، ها؟ سأكون حارس فارس. لم أدرك أنني سأسافر. كان قراراً فجائياً حقاً. بسببك لم يتبقى أحد في باريس لحمايتها. سيهرب. أليس هذا واضحاً؟ لما لم تخبرني أنك ستسافر؟ خشيت أن تغضبي. وكنت على حق، لأنني الآن فعلاً غاضبة. ها؟ مستقلين تربطهما الثقة والكفاءة؟ بلى، ربما بلغت في تقديرهما. استسلم يا تكنوبايرت، لا مكان للهرب. القططية! منفاخ دراجة؟ ماذا ستفعلين بهذا؟ لدي فكرة، لكنك لن تحبها. لماذا أهرب بينما يمكنني أخيراً الانتقام للقضاء على طفلي بطلي أمريكا المحبوبين؟ وثقتك، لم أخبرك لأنني خفت من فقدان ثقتك. وهكذا لم تفقدها، ها؟ هنا. أجل. لا! يكفي الآن يا تكنولايزر. ماذا حدث؟ ادخل، اترك السيف في الخلف. ماذا فعلتما؟ إنه خطأ. لما لم تتصلي بنا؟ وأنت ماذا تفعلين هنا؟ قد أتمكن من المساعدة. حقا؟ بمنفاخ دراجة سحري؟ بالضبط. الدعسوقة ميراكلس. تشغيل. شكرا دعسوقة. أنتما خطيران. لا، حاول أن... حتى أنت قد عصيتني. كان عليك أن تتصلي ولم تفعلي. عودا إلى هويتكما المدنية وسلماني مصدر قوتكما. ستستعيدانها عند المغادرة. لا يمكننا فعل ذلك. صحيح ارتكبنا خطأ، لكن أصلحت كل شيء. لو قوتك تصلح أخطاء القط الأسود فلا نحتاجك. هذا أفضل. ماذا كان سيحدث إذا لم نصلح عن كاني أو إن لم تكن ألية؟ لا يمكننا فعل هذا. توقفا مكانكما، هذا أمر. حسنا، سنغذي الكواميز ونعود إلى باريس وروباستس.
تعرضت باريس اليوم للهجوم من قبل شرير اختفى في النهاية. كلارا كونتار في الساحة. تفاجأ الباريسيون. لما لم تتدخل الدعسوقة والقط الأسود؟ وهل ستصلح الدعسوقة ما فعله الشرير؟ تأخرنا في العودة إلى باريس. لا يوجد ما يمكنني القيام به الآن. ألن تستعيني بتعويذة الحظ عندما نعود؟ تسمح لي قوتي بإنشاء غرض سحري يصلح ضررا سببه شرير معين، لكن الشرير رحل بالفعل. إذن لا توجد فرصة للإصلاحات. هذا كله خطأ. كنت مثالية كالعادة. نايت أول محق في سلبيا الميراكلس. غادرت باريس دون إخبارك. دمرت كل شيء. لولا أن أنكاني فالي آلية لتسببت في ضرر لا يمكن إصلاحه. نزع النقاط. انزل مخالب. فلتسامحني يا صديقي. لا. أتخلى عنك يا بلاك. ماذا؟ لا أريد إيذاء أي شخص أبدا، ولا سيما أنت. انتظر. يا قطي. مضى وقت طويل منذ آخر مرة مددنا فيها أجنحتنا. جيلبرت، السيد ماركي. كنت محقا. كانت الحلية بالفعل ميراكلس النسر. أنت لست جيلبرت. أنا سيدك الجديد. مثل السيد السابق لدي حلم سأحققه، ويمكنك مساعدتي. لكن أنا كوامي الحرية. قوتي لتحرير الناس من أي شيء يمنعهم من الوصول إلى أحلامهم. لا شيء قوي. حسنا، هذه القوة هي ما أحتاجه للاستيلاء على ميراكلس الدعسوقة والقط الأسود. إدريانا غريست. إنه ليس هنا. ولا مارينت. مهمتكما كانت مراقبة الطلاب الفرنسيين. فعلنا، واكتشفنا أن مارينت غير واضحة في علاقتها مع إدريان، وللمساعدة أنشأنا شريرا لتوضيح مشاعرهما. ماذا؟ هدئي من روعك. أمي لا أفهم. أنت تقولين أن كل ما يلزم لانتصار الشر هو ألا يفعل الطيبون أي شيء. أي خطأ ارتكبت؟ عزيزتي، بمحاولة مساعدتهما عرضت الطلاب الفرنسيين وأنفسكم لخطر كبير. فعل الخير لا يعني القتال. نعم، ربما حاولنا المساعدة، فلسنا جالسات أطفال بل بطلات خارقات. بطلات مهمتهن مراقبة الطلاب، وفشلتما تماما. ممنوعتان من المشاركة في البحث عن تكنو بايرت. لستما جاهزتان بعد. كيف أستعد دون حتى أن أحاول؟ لا أحد يمنع الدعسوقة والقطة من القتال. وكدت أفقدك بسبب ذلك. تعال يا أولمبيا، لدينا عمل. هذا كله خطأي. كان علي منعه من المغادرة. هو الذي اختار. ماذا كان يجب أن تفعل؟ مايكروتشيب المعروف باسم تكنو بايرت لا يزال هاربا، وحتى القبض عليه سيؤجل الاحتفال بالصداقة الفرنسية الأمريكية. الرئيسة هومبي على حق. أي تجمع جماهيري شديد الخطورة ما دام تكنو بايرت حرا. نطلب منكم يا سكان نيويورك والضيوف الفرنسيون، ابقوا بأمان أينما كنتم. لكن الدوريات مستمرة في المدينة، ولن يهدأ لنا بال حتى نمسك به. اتركني، لم أنتهي من الانتقام. كل هذا الغضب، من أنا لأوقف استسلامك له؟ تكنولايزر، ستعود قوتك إلي. وكمكافأة لأعوضك وأسمح لك بتحقيق خيالات انتقامك، أمنحك سلاحا إضافيا لامتلاك قوتك. قل ليري أجنحة الفريسة. نيويورك، ابقوا في الداخل أينما كنتم. إيفرين؟ إدريان، اركب السيارة. ما كان علي أن أستمع لصديقتك. المدينة خطرة. إدريان، لا، علي أن أذهب. آسف يا مارينت، كافحت لأبقى هنا. ما كنت لأمانع البقاء هنا أطول مع صديقة مثلك. أبي كان محقا، ليتني لم آتي إلى نيويورك. ما بك يا مارينت؟ كان في انتظارك لتطالبيه بالبقاء. ماذا؟ لكن هو من اختار. ماذا توقعت أن أفعل؟
لا يهم ما توقعته. من هو إدريان لكي؟ صديق أم أكثر؟ لن يكون هناك وقت أفضل لتصارحي نفسك. تريدينه أن يغادر أم لا؟ إدريان ابقى! خسرت القط الأسود، لن أخسرك أيضا. لا، إدريان أنا أحبك. أريد الاستسلام. أنا لم أتمنى منع مراسم الصداقة الفرنسية الأمريكية. إذا كان علي أن أفقد حريتي لتحتفلوا بحريتكم فلا بأس، سأستسلم. اسجنوني. سأذهب أولاً. مهما كانت صلاحياته لن يستطيع إيذائي. لا تخافي، فأنا لا أتمنى شيئاً إلا حريتك. تحرير ماجستيا. أنت خائفة من قوتك، أنا أحررك من خوفك. كل ما لم أجرؤ على تجربته. سهل جدا. هاي تاول، أخلاقك تمنعك من تحقيق العدالة بشكل أسرع. أحررك من قيود أخلاقك. لما علي أن أبدي تساهلا لمن لا يظهرونه؟ صففت سيارتك ها؟ فيكتوري، أقسمت أنك ستكرسين حياتك لحماية الحرية. أحررك من هذا الوعد. سنرى من هي زعيمة العالم الحر. ستطيعونني. لا مزيد من الحرية. دورمان، يمكنك الذهاب إلى أي مكان لكنك تختار الصالح العام. أحررك من هواجسك. لطالما أردت زيارة سجلات الفاتيكان السرية. لا أعلم، بل غرفة كنز ملكة إنجلترا. أحسنت يا ميراكل نايزر، الآن أوصلني. ضع سوقة، القط الأسود، أنا في نيويورك. إن كنتما لا تريدان تدمير الحفل فلتسلم الآن الميراكيلس لي. يجب أن نذهب. لكن الكبار أمرونا بالبقاء هنا. نعم، لكن أمي قالت إن علي تعلم متى أخرق القواعد. هيا بنا. نحن وحيدتان، ماذا لو فشلنا؟ لكن الدعسوقة والقط الأسود هنا. حقا؟ أوشك أن يعطلاك للأبد. نتعامل مع خارق تضاعف شره بالأكومة. احتمالية نجاحنا هي صفر بدون اتحادنا معهما. لكنهما مجرد مراهقين. ونحن أيضا. حسنا، اسمعي، فلنمنح أنفسنا فرصة لأننا آخر فرصة. إحصائيا هذا صحيح. ولكن كيف سنعثر عليهما؟ لا أحد يستطيع إخفاء هويته عنا. بالجهة، أنا وتدريبي الأساسي بلا أسلحة، وهناك أصيب جيش من الخارقين بالجنون. ها؟ الكفتان متعادلتان. لم تعيدي تدوير العلب ولم تعد الكتب إلى المكتبة، ستذهبان إلى السجن. لم تدربنا هكذا. أمرتك بالبقاء في الفندق. احترم قادتك. مارينيت دو بانشينغ، نيويورك تحتاج الدعسوقة. متأسفة، لا أستطيع مساعدتك، لا أعرفها. زيوكي مصمم لإرباك العقول البشرية، وأنا لست بشرية. ماذا؟ ميراكل نايزر هو تكنو بايرت بأكوما. إذن هوك موث موجود في نيويورك أيضاً. لن نهزمهم بدون الفتاة التي تصلح كل شيء. ربما لا أستطيع، لا أتخيل أن أكون دعسوقة بدونه. يمكنني إصلاح هذا. القط الأسود، نحن والدعسوقة نحتاجك.
لم أعد القط الأسود. إن الخطأ هو سمة البشر. أخطائي لا تغتفر. لم أستطع تحمل خيبة الأمل في عينيها. ربما لا أستطيع. لا أتخيل أن أكون دعسوقة بدونه. دعسوقتك في انتظارك. سعيد برؤيتك يا فلاج. أرجوك لا تبالغ. مع من تتحدث؟ الكوامي. لا تكشف التكنولوجيا الكواميز. هذه الآلية لا تراني ولا تسمعني. لا وقت لنضيعه. علينا العودة للطائرة قبل هبوطها. فلاج مخالب. الشيء الذي يحمل الأكوما. أراهن أنها في أصفاده. كانت معه في المتحف. شيء آخر تغير. يرتدي القلادة التي أعطاها لافايت لواشنطن. ميراكلس. هذا يفسر زيادة قوته. تفكير جيد. لا تفعل ذلك بي ثانية. أنا آسف. خفت من إحباطك ولم أجرؤ على إخبارك بالحقيقة. كنت غبيا. ميراكلونايزر إلى الخطوة الثانية. أعطيني هذا. دعسوقة القط الأسود. إذا انطلق الصاروخ بسببكما ستعلن حرب عالمية. ما لم تعطياني الميراكلز. أمامكما 5 دقائق. تيك توك تيك توك. حسناً، أولاً علينا خطف ميراكلوس ميراكلونايزر. بهذه الطريقة سنكسر التعويذة لتحرير الأبطال، وبدورهم سيساعدوننا. لا يمكننا الاقتراب منه. لا شيء يستحيل على الدعسوقة. تعويذة الحرب. أمن المفترض أن نهزم أقوى الخارقين بسلسلة مفاتيح؟ عجيب. نعم، لكن ما أن أفهم استخدامها. 4 دقائق و35 و34. أنكاني، أرني كيف بني تمثال الحرية. انظروا، سلم داخل الذراع يؤدي إلى منصة الشعلة. مدهش، لكن كيف سندخل وجيش الخارقين كله يهاجمنا؟ دورمان يفتح الأبواب عن بعد بقوته وسوف يدخلنا للتمثال في الخفاء. لكنه يستخدم قوته لإرضاء فضوله الآن. لن يساعدنا أبدا. ثم كيف سنجده؟ قد يكون في أي مكان. باستغلال فضوله لصالحنا. سبارو، أحضري هذا الصندوق والصحيفة واصنعي علبة هدايا. حسناً. أنكاني. سيدي، أحضرنا لك هدية لنشكرك على يومنا في المتحف. نأمل أن تعجبك المفاجأة. إلى جزيرة الحرية. بالتوفيق. أطفال. نعلم مدى اهتمامك بالمفاتيح ونأمل أن تعجبك هذه. التوقيع جاس وأيون. بالطبع، هذا هو المكان الذي سأبدأ منه. ها هو ذا المفتاح الذي سيفتح الخزانة أسفل التمثال. لا، على الأقل دعاني أرى أمام الخزانة. باقي بضع ثوان. سأخذ هذا. سبيرو. أهلاً يا عصفورة. ما عليك قوله؟ ليري أجنحة الحرية. ليري أجنحة الحرية. اهدئي.
لقد أعذر من أنذر. دعسوقة، القط الأسود، فرصتكما الأخيرة لتسليم الميراكلس. مستحيل. أيتها الأكومة، وقت إزالة الشر. أمسكتك. مع السلامة أيتها الفراشة. الدعسوقة ميراكلس. جديا، ماذا حدث؟ احتفظي به، أعلم أنك ستحمينه. عصيتكما ثانية، لن أستعيد أسلحتي أبداً، صحيح؟ مع الميراكلس لن تحتاجي إليها بعد الآن. أخطأت، عصفوري الصغير أصبح نسراً مخيفاً. شكراً يا أمي. أعني شكراً سيدي. هذا لم يعد يهم، مع هذا الزي سيعرفون الآن أن سبارو أنثى وليست ذكراً، وأن نايت أول وسبارو الأصليان رحلا للأبد. ربما حان الوقت لنتقبل أنفسنا كما نحن، ورغم أنه يقلقنا لكن لن تنمو دون أن تأخذ فرصة. شكراً لكم على الدرس. نأسف لسوء الحكم عليكما. نجحنا. نظريتي صحيحة، هناك ميراكلس مفقودة، وأياً كان مكانها فسوف تكون لي. أنكاني، ماذا عن هويتنا السرية؟ بمجرد أن نفترق سأحذف هذه المعلومات من ذاكرتي. شكراً لك على جمعنا معاً. أراك في فارس يا دعسوقتي. استعد مكتب العمدة للعمل على إصلاح الضرر الذي سببه روباستس. افتقدنا بطلين الدعسوقة والقط الأسود، ولكن لسبب وجيه في نفس الوقت انشغل بإنقاذ نيويورك. مارينات، الكل ينتظرك. أتتذكرين مفاجأة إدريان صديقك؟ لا أدري يا آليا. سنعود إلى باريس غدا واسألي نفسك هناك. هيا. يا كلوي، تسعدني أن أراك تستمتعين أخيراً. بالطبع لا، أنا سعيدة لأننا سنرحل غداً. أنت الآن سحابة كبيرة. الآن وقد عثرنا على ميراكلس النسر، يجب أن تعود إلى صندوقها. قطعت شوطاً طويلاً لأكون هنا. ضعيها دون ضجة، مزاجي ليس طيباً. كلا، أثبتت إيجل أنها تستحق حمل الميراكلس. لما لا تبقى هنا؟ سنبدأ جيلاً جديداً من الأبطال معاً.